إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهل يمكن حصر معنى ولد صالح يدعو له في الابن فقط، أم يتعداه إلى كل أقرباء المتوفى، أم أنه يشمل كل ولد صالح؟ هذا الإنسان الذي يتوفى ويترك ولدا صالحا يدعو له، فهو في الحقيقة يثاب على شيء فعله، وهو أنه ربى هذا الولد، غالبا ربى هذا الولد على الإيمان، فهو الآن منتفع بدعائه، لأن الولد غرس أبيه كما هو معروف، فهو يدعو له بسبب أنه هو الذي رباه وهو الذي علمه أن يدعو له. وبالعكس الذي لم يخلف ولدا صالحا فلا يمكن أن يستفيد، ولا يمكن، لا الولد يمكن أن يدعو له ولا يمكن أن يستفاد. فلا مانع، أو لماذا ترفض دعوة الولد إذا دعا لأبيه؟ لماذا ترفض؟ هو ولد صالح ويدعو لأبيه بالخير، فذلك الذي يدعو به الولد يكون لأبيه ويصله دعاؤه، والعمل الصالح الذي ينجزه هذا الولد كله يحتسب كذلك، أو مثله يحتسب للأب، لأنه من آثار تربيته. وهذه هذا الجزء فيه دعوة إلى الاهتمام بتربية الأولاد وتسيرهم على الطريق الصحيح حتى يكونوا مددا لأبائهم وقت خلدوا وقت صاروا إلى العالم الأخروي. فإذا كان هذا الولد ربى وربي هو نفسه تربية صالحة، وهو أيضا ولد أولادا وربوا تربية صالحة، فلا شك والله تعالى على قادر على ذلك أن يعطي هذا الامتداد لأبيه المباشر ولجده. وإذا وجد من أحفاده من هو كذلك فكلهم أبناء له وكلهم آثار تربيته، فحينما تنقطع آثار تلك التربية ينقطع ذلك الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.